استشهاد 4 من عناصر الحرس الوطني في هجوم إرهابي بمدينة بولعابة من القصرين، ووزارة الداخلية تؤكد عزمها مكافحة الإرهاب واجتثاث جذوره. وفاة 3 أشخاص في حادث اصطدام شاحنة ثقيلة بسيارة رباعية الدفع بطريق الوطنية الرابطة بين جابس وقفصة. وأعوان البريد يدخلون في إضراب بيومين المطالبة بتطبيق نقاط الاتفاقيات المبرمة مع سلطة الإشراف. مرحبا بكم مشاهدينا في هذا الموعد الإخباري. تم صباح اليوم تسليم جثامين الشهداء 4 من عناصر الحرس الوطني إلى عائلاتهم، وكان الأمنيون 4 قد استشهدوا في هجوم مسلح استهدف دوريتهم فجر اليوم، هجوم نفذته مجموعة إرهابية بالطرق الرابطة بين مدينتي تالا والقصرين على مستوى منطقة بولعابة. شهداء الحرس الوطني هم عبد الوهاب نصيري وكيل أصيل ولاية المهدية، مهدي عبيدي عريف أول أصيل معتمدية فريانة من ولاية القصرين، هيثم الشرابي عريف أول أصيل ولاية القيروان، عمر زلتيق عريف أصيل ولاية سيدي بوزيد. مرة أخرى تطول الأيادي الغادرة أبطالنا البواسلة عمر مهدي هيثم عبد الوهاب الذين استشهدوا على أيادي مجموعة إرهابية في كمين ناصبته بمفترق بولعابة لدورية أمنية تابعة لقوات الحرس الوطنية. نسمع في الكرتوش متواصل، لحقنا على العين مكان تجري العباد ثمكينة، ولت نسوين تبكي، لقينا المجموعة مقتولة في الكهرباء. جون في ظلمة كيكيكة في قرية مهجورة ربع عوين يطلعوا لهم من الويد مسيب للضوء من تيلي. عملية إرهابية أسفرت عن استشهاد 4 من قواتنا الأمنية من قبل مجموعات لا هدف لها سوى استهداف أمننا. تسبع ما بدش نمطر، لي قلت لي نستنى بابي يجي نمطر، هو ينزل الرمضة واللي يجي يروح يمشي له من الرمضة فكري يقول لي توحشت البير ما بدش عندي. وابل من الرصاص استهدف سيارة أمنية تعددت اتجاهاته، طال أعوان الحرس الذين قاوموا بما أتيحت لهم من إمكانيات متواضعة هذه المجموعة الإرهابية التي استعملت أسلحة مختلفة من كلاشينكوف إلى القنابل اليدوية، وجردوا الأعوان بعد استشهادهم من أسلحتهم ووثائقهم حسب ما أفادت به مصادر محلية. مش مكافيين 4 وين فهمتني، المطلوب تجهيزات والمطلوب فهمتني يلزمها فهمتني دبابات ويلزم يعني جيش وامن فهمتني ينسق فهمتني مع بعضه. موقع العمليه يعد من اخطر النقاط بالقصرين، مفترق بولعابه الرابط بين سفحي سمامه والشعنبي كان في حراسته 4 أعوان فقط. استشهدوا في سبيل هذا الوطن وسقت دماؤهم هذه الأرض. عمر مهدي هيثم عبد الوهاب أبوا إلا أن ينحتوا على سفوح هذه القمم تاريخ هذا الوطن. نادي رتيبي، القصرين، للتلفزة الوطنية التونسية. وعن تفاصيل العملية الإرهابية، أوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي في مؤتمر صحفي عقده صباح اليوم أن مجموعة تنتمي إلى تنظيم عقبة بن نافع وتتكون من حوالي 20 إرهابيا قامت خلال منتصف ليلة أمس بالهجوم على دورية للحرس الوطني قرب مفترق بولعابة على بعد 20 كيلومترا من مدينة القصرين، وقامت بفتح نار كثيف ما أدى إلى استشهاد 4 من عناصر الحرس الوطني. كما استولت هذه المجموعة على أسلحة، وصرح الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية بأن عمليات التمشيط متواصلة لتعقب هذه المجموعة، مؤكدا عزم الوزارة على مكافحة الإرهاب والرد بعنف على هذه العملية. تؤكد وزارة الداخلية على عزمها الراسخ على مكافحة الإرهاب واجتثاث جذوره من وطننا، وتوفير كافة الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة لذلك، معولة على درجة وعي المواطنين وتعاونها مع الوحدات الأمنية. وكذلك تؤكد الوزارة أنها معولة على عزم منتسبيها
على حماية أمن بلادنا واستقرارها. وزارة الداخلية تؤكد أن لهذا اليوم غد قريب، وفيه سيكون الرد عنيف وسيكون هناك رد قاسي. داهمت مجموعة إرهابية الليلة الماضية منزلا لأحد المواطنين بمنطقة القويرش بمعتمدية ساقية سيدي يوسف المتاخمة لجبال ورغة، وأجبرت صاحبه على تمكينها من كمية من المواد الغذائية والأطعمة. وذكر مراسل الأخبار بالجهة حسن الكريمي أن المجموعة الإرهابية قامت أيضا بمهاجمة متجر بالمنطقة ذاتها واستولت على كمية من المواد الغذائية. وأكد أن الوحدات الأمنية والعسكرية تمكنت أمس من تدمير مخيم للجماعات الإرهابية بجبال ورغة في نفس المنطقة، إضافة إلى عدة مخابئ ومغاور وكهوف كانت المجموعة تتحصن بها. يشرف رئيس الجمهورية الباجي قيد السبسي ورئيس الحكومة لحبي بالصيد على أول اجتماع لمجلس الوزراء اليوم بالقصر الرئاسي بقرطاج، سيتطرق خلاله إلى مسائل تهم الأمن القومي خصوصا الأوضاع على الحدود مع دول الجوار، فضلا عن تطور الوضع في ليبيا وانعكاساته المباشرة على تونس. جد في ساعة مبكرة من صباح اليوم حادث مرور على مستوى منطقة خانقة عيشة بالطريق الوطنية رقم 15 رابطة بين جابس وقفصة، أسفر عن وفاة 3 أشخاص على عين المكان، وفق ما ذكره مصدر مسؤول من الحماية المدنية بجابس لمراسل وكالة تونس إفريقيا للأنباء بالجهة. وتمثلت صورة الحادث وفق ذات المصدر في اصطدام شاحنة ثقيلة محملة بقوارير غاز منزلي بسيارة رباعية الدفع من نوع ديم، وذلك على مستوى منعرج حاد وهو المكان الذي وقع فيه الحادث. وتمكن أعوان الحماية المدنية من إخراج الجثث الثلاث التي كانت داخل الشاحنة والسيارة، وقاموا بإبعاد قوارير الغاز التي تناثرت من الشاحنة بعد انقلابها والتثبت من عدم وجود تسرب للغاز منها. ينفذ أعوان البريد بكامل تراب الجمهورية إضرابا بيومين على خلفية ما وصفوه بتعنت سلطة الإشراف في تلبية مطالب رفعوها منذ ما يقارب 5 أشهر. بخطوات متثاقلة نزلت خلتيم باركا درج أحد مكاتب البريد بعد أن وجدته مغلقا، فأعوان البريد في إضراب بيومين ما أثار استياء بعض المواطنين. أبو يادي هو الناس اللي تاخذ في الشارع قاعد تطالب بالزيادات، واللي ما عندوش باش يشري حليب لصغاره، واللي ما عندوش باش يشري خبز لصغاره ساكت. تعاسة شيء كبير، عبيد قاعده تموت في القصرين وفي الواحد، وعبيد تقرف. جاي فوق الخدمه وكذا، عندي الوالده مريضه، شنو نبعث لهم فلوس؟ مش معقول والله، لو معقول والله. ارينا يتسبوا نهار 18 هم ما فماش، فهمني، جينا باش نشوفوا ناخذوا شهرين ما فماش. معناتها واحد عنده باش خلص الضوء، باش خلص الماء، عنده مصروف ولاد وعنده برشا حاجات، ما فما حد شيء، ما يلقى حد شيء. انا ربيد باش يوصل للمحامين اخرين، ومعناتها وقضايا تتوقف كل شيء، معناتها الجرايد كلها ما معناتها ما يوصلوش في الاجل. المضربون نفذوا وقفة احتجاجية رفعوا خلالها شعارات ورددوا عدة مطالب، وعلى رأسها إقالة الرئيس المدير العام للبريد وتطبيق مجمل نقاط الاتفاقيات المبرمة. رفع سقف منحة التغطية اللي تقريبا مسقفة منذ 99، واللي تقريبا اتفقنا في المبدأ متاعها واتفقنا في تطبيقها بداية من 15 ديسمبر 2014. الشركات اللي تنشط بطريقة غير قانونية وغير شرعية في القطاع، واللي اليوم افتكت جزء كبير من النشاط البريدي واللي أثرت على مداخل الديوان، الشركات هذية احنا نطالبوا أولا إيقافها على النشاط، اثنين محاسبة شكون أعطاها الترخيص باش تخدم في البريد مخالف للتراتيب اللي معمول بها في مجلة البريد. مطالب المضربين رد عليها المكلف بالإعلام بوزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي. مطالب معناها محل درس ومحل متابعة، باب تفاوض باقي مفتوح، وثم مؤشرات إيجابية في من الأطراف الكل اللي إن شاء الله نخلطوا الحلول إن شاء الله. هذا وقد أبدى المضربون استعدادهم لمزيد الحوار ولوحوا بإمكانية التصعيد في صورة عدم الاستجابة لمطالبهم.
في اليوم الثاني من إضرابهم عن العمل نفذ أساتذة التعليم الثانوي صباح اليوم وقفة احتجاجية بساحة الحكومة بالقصبة، وذلك بعد فشل المفاوضات بين نقابة العامة للتعليم الثانوي وسلطة الإشراف على خلفية مطالب متعلقة بتطوير المنح والترقيات المهنية وصرف المتخلدات المالية ومسألة الأساتذة المعوضين. وأكد كاتب عام النقابة العامة للتعليم الثانوي أن نسبة المشاركة في الإضراب فاقت 95% في يومه الأول. من جانبها أكدت وزارة التربية في بلاغ لها أمس تمسكها بالحوار. مدرسة شرفش 24 بي سي دي ثابت تحولت اليوم إلى أول مدرسة رقمية في تونس، فقد تم تجهيزها بعدد من اللوحات والتجهيزات الرقمية، وذلك في إطار تنفيذ مشروع التربية الرقمية الذي انطلقت فيه وزارة التربية بالتعاون مع مؤسسة اتصالات. مشروع ستستفيد منه ستة مدارس ابتدائية في مرحلة أولى في انتظار أن يتم تعميمه. هي المرة الأولى التي يستغني فيها تلاميذ المدرسة الابتدائية شرفش 24 بي سي دي ثابت عن الكتاب والكراسي وغيرها من المستلزمات المدرسية. اليوم تابعوا دروسهم باستعمال لوحة رقمية قد تغنيهم يوما ما عن تحمل عبء حمل محفظة تثقل أجسامهم الصغيرة، فهم أول المستفيدين من برنامج التربية الرقمية. لوش في صفيصة مش كيف الكتب صفة، حسيت حاجة باهية. عجبتنا ياسر، كله شرد تطور في المدرسة كل متاع تونس. مثلا نعمل أبحاث عليها وكل شيء، نجيبوا له وعلى الديكشنير القاموس نلقاو في الكلمات اللي ما نفهمهمش. نجموا نجبدوا عليها معلومات قصص. حتى اللي يلقى صعوبة باش أنه يتعامل مع الكتاب كي يلقاه مصور قدامه يراه بصورة أخرى بضوء آخر بنو معناها بسبب الحق بالحق تشجع تلامذة بالكتاب بالكتاب وتسهل الخدمة للمعلم زيد. التربية الرقمية مشروع شرعت في تنفيذه وزارة التربية بالتعاون مع شركة اتصالات بهدف تزويد عدد من المدارس بلوحات رقمية تحتوي البرامج الرسمية للمرحلة الابتدائية. هو مشروع نوعي باعتبار أنه يتمثل بالأساس في جعل الطفل يعمل ويشتغل داخل القسم على اللوحة الرقمية، معنى ذلك أنه هناك تحويل كل المضامين المعرفية والكتب المدرسية إلى مضامين رقمية موجودة في تفاعل بين المدرس الذي يشتغل على صبورة رقمية والتلامذة يشتغلوا على لوحات رقمية. البيت باش نوصلوا نهار ما عادش فما كرتابة، فما تابلات والوليدات الصغيرات ما عادش يهزوا على ظهرهم الكرتابة بالكتبات، يهزوا التابلات بتاعهم. المشروع الذي سيشمل في مرحلة أولى نحو 26 مدرسة ابتدائية من المنتظر أن يتم تعميمه مستقبلا على جميع المدارس، ليبقى التساؤل عن إمكانية تحقيق ذلك في ظل تدهور البنية التحتية للعديد من المؤسسات التربوية. وللتصحيح مشاهدينا، سيتم الاستفادة من هذا المشروع 26 مدرسة. في أخبار العالم، يستعد مجلس الأمن الدولي لعقد جلسة طارئة حول ليبيا اليوم، وذلك بعد أن دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى إصدار قرار أممي يمنح تفويضا لتشكيل تحالف دولي للتدخل في ليبيا. يأتي ذلك فيما شنت طائرة حربية غارات جوية على بلدة زنتانا الواقعة غرب ليبيا والمتحالفة مع الحكومة المعترف بها دوليا، في هجوم اتهم مسؤولون الحكومة الموازية التي تسيطر على طرابلس بالمسؤولية عنه. أبلغ العراق مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة بأن مقاتلي ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية ارتكبوا إبادة جماعية. وقال مندوب العراق بالأمم المتحدة محمد علي الحكيم إن هذه الجماعات الإرهابية دنست كل القيم وارتكبت أبشع الأعمال الإرهابية ضد الشعب العراقي بجميع طوائفهم. وتعد آخر جرائم هذا التنظيم إحراق 45 شخصا في منطقة البغداد غربي العراق أحياء على أيدي مسلحين تابعين له، حسب ما صرح مسؤول في الشرطة المحلية العراقية.
في الشأن السوري، معارك حلب ومحيطها بين المقاتلين المسلحين والقوات الحكومية توقع عشرات القتلى من الجانبين. فحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن هذه المعارك أسفرت عن مقتل 70 على الأقل من عناصر الجيش السوري وأكثر من 80 مسلحا. على الصعيد الدبلوماسي، قال ستيفان دي ميستورا وسيط الأمم المتحدة إن الحكومة السورية بدأت استعدادا لتعليق قصفها الجوي والمدفعي لحلب لمدة 6 أسابيع للسماح بترتيب وقف لإطلاق النار فيها. كما ذكر ديمستورا أنه سيطلب من قوات المعارضة التوقف عن إطلاق قذائف المرتر والصواريخ. اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارا صاغته روسيا يؤيد اتفاقا للسلام في أوكرانيا بوساطة أوروبية، ويدعو كل الأطراف إلى تنفيذه. في الأثناء، فرضت كندا اليوم حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا لدورها في الحرب الدائرة في أوكرانيا. بأغلبية أعضائه 15 اعتمد مجلس الأمن الدولي قرارا صاغته روسيا يؤيد اتفاقا للسلام في أوكرانيا بوساطة أوروبية، ويدعو القرار جميع الأطراف المتنازعة إلى احترامه وتنفيذه بعدما بدأت الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ السبت الماضي تتهاوى سريعا بتواصل الاقتتال بين الموالين لروسيا وقوات حكومة كييف. وبعيدا عن دعوات الساسة، أكد عضو البرلمان الأوكراني الذي يقود كتيبة من المتطوعين الموالين لأوكرانيا أن القوات الأوكرانية بدأت في الانسحاب من بلدة ديبالتساف شرقي البلاد. كما بدأ الانفصاليون الموالون لروسيا صباح اليوم في سحب المدفعية من المناطق الواقعة تحت سيطرتهم شرقي أوكرانيا. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد عبر في وقت سابق عن أمله في أن تمنع الحكومة الأوكرانية قواتها المحاصرة في هذه البلدة من تسليم أسلحتها وبتأمين ممر آمن لها حتى تتمكن من ذلك. وفي ردها على حزمة العقوبات الجديدة التي فرضتها كندا على أكبر شركة منتجة للنفط في روسيا إلى جانب الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات المملوكة للدولة والمنتجة للأسلحة والمعادن والسيارات، أكدت الخارجية الروسية اليوم أن موسكو تحتفظ بحق الرد على هذا التصعيد مع استنكارها لمنطق العقوبات عوض التعاون من أجل وضع حد للحرب الدائرة في أوكرانيا. أصيب 5 نواب من المعارضة، نقل 2 منهم إلى المستشفى أثناء شجار وقع في البرلمان التركي حينما تحول جدل بشأن مشروع قانون لقمع المظاهرات العنيفة إلى عراك. وكان الشجار نشب أثناء جلسة مغلقة بعدما قدمت أحزاب المعارضة جملة من الاقتراحات لإدخال تعديلات على حزمة القوانين التي وضع مسودتها حزب العدالة والتنمية الحاكم. ووجهت المعارضة إدانة واسعة نطاق للتشريع الذي وعزز صلاحيات السلطات للسيطرة على الاحتجاجات. في قمة دولية للبيت الأبيض حول مواجهة التطرف، يتحدث الرئيس الأمريكي باراك أوباما اليوم إلى المجتمعين من الخبراء والساسة الأمريكيين عن ضرورة البحث في المزيد من سبل التصدي لعنف المتطرفين. وفي افتتاح القمة التي انطلقت أمس، أكد نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن الحاجة إلى حلول تتجاوز البعد العسكري واستخدام القوة، مضيفا أنه على المجتمعات أن تتيح بديلا إيجابيا لجاليات المهاجرين. في أخبار الرياضة، تقام بعد قليل منافسة الجولة 17 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، إذ يستضيف الملعب التونسي النادي الإفريقي، وبأولمبي رادس يستقبل الترجي الرياضي شبيبة القيروان، ويواجه النجم الرياضي الساحلي الملعب الجابسي، كما تباري جمعية جربة النادي صفاقسي، ويستقبل نجم المتلوي القوافل الرياضية بقفصة، ويلاقي مستقبل جابس الاتحاد المنستيري. وفي ملعب 15 أكتوبر يستضيف النادي البنزرتي مستقبل المرسى، فيما تأجلت مباراة الترجي الجرجيسي وضيفه نادي حمام الأنف إلى أجل غير مسمى لدواع أمنية. أذكركم المشاهدين الآن بأبرز ما ورد في نشرتنا من عناوين. استشهد 4 من عناصر الحرس الوطني في هجوم إرهابي بمدينة بولعابة من القصرين، ووزارة الداخلية تؤكد عزمها مكافحة الإرهاب واجتثاث جذوره. وفاة 3 أشخاص في حادث اصطدام شاحنة ثقيلة بسيارة رباعية الدفع بالطريقة الوطنية الرابطة بين جابس وقفصة. أعوان البريد يدخلون في إضراب بيومين للمطالبة بتطبيق نقاط الاتفاقيات المبرمة مع سلطة الإشراف.
انتهت نشرتنا، أشكركم على حسن المتابعة والاهتمام، ألقاكم بخير.